مرحبا بكم في حلقة جديدة من بستان كتب، حلقة أخرى تندرج ضمن احترام قاعدة المناسبة شرط. المناسبة هذه الأيام هي مع تبعات الأزمة التي أثيرت مؤخرا بين الدولة الأوروبية مع العالم الإسلامي حول عبارة الإسلام في أزمة، على هامش خطاب الرئيس الفرنسي في 2 أكتوبر الماضي، وهي طبعا نقاش هناك فرنسي أوروبي إقليمي والآن مع العالم الإسلامي، حتى أن وزير الخارجية الفرنسي كان مؤخرا هنا في المغرب وتحدث عن دور مؤسسة إمارة المؤمنين. إذن المناسبة علاقة، لنقل علاقة بشكل عام علاقة الإسلام بالغرب، والكتاب الذي نتوقف عنده في هذه الحلقة بعنوان الإسلام يسائل الغرب، حوارات حول بعض أحكام مسبقة دي بريجوجي، ومن تأليف الباحث الإيطالي فرانكو ريتسي، وترجمة من اللغة الإيطالية للغة العربية الباحث محمد مختاري، صدر عن دار النشر المغربية لا كروازي دي شوما مع مؤسسة مجلس الجالية المغربية مقيمة بالخارج، جاء في حوالي 110 صفحات. سوف نقتطعك منه بعد كما تعودنا بعض الإشارات، لأن الهدف كما أشرنا في البرنامج تحفيز القراء طبعا على الكتاب، وأيضا تحفيز القراء على بعض الأعمال التي نعتقد أنها نوعية بما لها وما عليها. فكرة الكتاب بالمناسبة، وهذا كلام المؤلف كما نقرأ في الصفحة 16، مرتبطة بمؤتمر منظمة في مدينة البندقية فينيز 1955. كان هذا المؤتمر شارك فيه نخبة من العالم الإسلامي ونخبة إيطالية تحديدا، تحت عنوان المؤتمر محاكمة الإسلام الحضارة الغربية. يقول الكاتب: لقد كانت بالفعل مبادرة شجاعة جدا لا يقدر على تصورها إلا مثقفون من العيار الثقيل، سوف نذكر بعضهم، كما هو حال المثقفين الذين التقوا في البندقية. أما اليوم الكتاب حديث إصدار منذ سنوات فقط، واتضح ما سوف يقوله نعينه اليوم كما أشرنا سلفا، فإن الوضع تغير كثيرا لأن سوء الفهم من الطرفين تفاقم بشكل كبير مع مرور الوقت، مما يجعل إمكانية القيام بمضاربة بنفس القيمة أمرا غير والي. ما هو سوء الفهم هذا؟ كما نقرأ في مقدمة الكتاب، العمل هو عبارة يروم السير على الطريق الإنسي الطويل من أجل إزاحة سوء الفهم المتبادل والمساهمة في إغناء التنوع الذي تتميز به الحضارة المعاصرة. كما أن الكتاب هو أيضا دعوة ضمنية للمسلمين من أجل الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الغرب على المنظومة الإسلامية، فكما أن الإسلام يسائل الغرب فإن الغرب أيضا يسائل الإسلام. بالنسبة للمؤتمر المنظم في ما بين 19 و 24 سبتمبر 1955 من الذين شاركوا باسم العالم الإسلامي طه حسين المصري، المؤرخ الإيراني حسن تقي زادة، وزميله التونسي حسن حسني عبد الوهاب، والإنجليزي هاري فيليبي الذي سنقرا لاحقا الإسلام، المؤرخ وفقيه اللغة العراقي جواد علي، والقاضي اللبناني حسن قبلال، والمؤرخ التركي زكي وليدي طقان. بالنسبة للضفة الأخرى الغربية شاركت مجموعة من الأسماء الإيطالية، أذكر بعض الأسماء: ألكساندرو باوزاني، فرانشيسكو غابرييلي، جويدو بيوفيني، وأسماء أخرى 5 أو 6 أسماء. نبدأ بأول إشارة من هذا العمل، جاءت في الصفحة 15 على لسان المؤلف فرانشيسكو ريتشي، كما أشار الكتاب وعبارة عن قراءة في النقاشات التي أثيرت في هذا المؤتمر، والتفاعل والتعليق والتعقيب مع أخ مسافة كما الواحد يمرر أحيانا إشارات نقلية للغربيين وللمسلمين على حد سواء. يقول إن اللقاء بين المثقفين المسلمين ونظراء الغربيين الذي تصوره فرانشيسكو كارنيلوتي على شكل محاكمة كان يمكن أن يجري، كما لخص ذلك جويدو بيوفيني أحد المشاركين، بطريقتين مختلفتين: بإمكان المثقفين المسلمين أن يقوموا بالهجوم على حضارتنا، يعني على الحضارة الغربية في حد ذاتها، أم كما تتجلى راهنا متهمين إياها بأنها فاسدة أصلا أو بسبب الانحلال، ونسبين إلى عيوبنا ليس فقط روح العدوان والاستغلال والكبرياء الذي يرى العالم الإسلامي أنه ضحية له، بل أيضا عيوب الإسلام الذي أفسده المستعمرون وحرفه المعلمون السيئون بنماذجهم الرديئة، أو بالأحرى
بإمكان المثقفين المسلمين أن يقبلوا بحضارتنا ومنافعها وأن يعلنوا بأنه من المفيد استيعاب أفضل ما فيها مع اتهام غبهم بأنهم تنكروا لمبادئ حضارتهم بسبب تصرفاتهم تجاه الإسلام. هناك إشارة ثانية مهمة في صفحة 29، يقول المؤلف: إن أشرت بشكل مقتضب لبعض الخصائص المميزة للمسيحية والإسلام فلأنني أود التأكيد على تعقد الموضوع وعلى إمكانية أن نجد أنفسنا أمام تناقضات يصعب التحكم فيها. لهذا السبب أعتقد أنه من الضروري اتخاذ الحيطة وهي الفضيلة التي افتقدها الطرفان عبر مرور العصور. على الغرب أن يتبع سياسة أكثر احتراما للقواعد وأقل عدوانية للمسلمين، كما عليه أن يعترف بمساهمة الثقافة العربية في بناء الحضارة الغربية. لا يتعلق الأمر هنا بضرورة مجردة تهدف إلى إعادة تأسيس حقيقة تاريخية، بل بجوهر بناء نظرة مختلفة حول الآخر تحتاج إلى مراجعة نظرة المسلمين للغرب ومراجعة نظرة الغرب للمسلمين، وهذا اتضح مع الأزمة الأخيرة المرتبطة بالساحة الفرنسية. إذا كانت هذه المهمة تعود أساسا إلى الغرب، فإنها تعود أيضا للمسلمين الذين لا ينبغي لهم أن يظلوا منكفئين على ماضيهم وعلى العصر الذهبي المفقود، تاركين المجال لأشبه الأنبياء ليقوموا بالدعاية لإحياء الخلافة العربية الإسلامية الجديدة. أشبه الأنبياء هنا يقصد أو إحالة للمرجعية الأصولية أو ما يسمى الإسلامية الحركية. إشارة هامة أيضا في صفحة 63، وتوحيلون على الرحيل والسعيد، أدرك روجر أحد متابعي المؤتمر أن لا أحد من محاوري استحضر في تدخلات الكاتب الوارد سعيد وكتابي طبعا المرجع حول الاستشراق، ولكن كان يبدو كما لو أنه كان حاضرا بالفعل في النقاش مستعدا للدفاع عن الفكرة القائلة بأن النظر الأوروبي للعالم الإسلامي كان دوما موسوم بالريبة إن لم نقل بعدم التسامح، وأن هذه الصورة الأسطورية للشرق العزيز على الإنجليز والفرنسيين هي من ساهمت في فتح الطريق أمام الاستعمار الغربي. سؤال: كيف يمكننا التحاور مع من يعتبرنا أقل شأنا مع من لا يعترف بتاريخنا؟ لقد أصبحت هذه التساؤلات بوعي أو من دون وعي جزء هامل من مخزون الثقافي للمسلمين الذين يشيلون بهذه الطريقة وجد نظرين خاصة حول الحضارة الغربية. نوني هذا الحلقة بإشارة هامة، هي إشارتين في الواقع، جاءت صفحة 90 و 91 حول ما أسير حينها فتوى بين قوسين، فتوى لا تمتي الذي صدرت عنه، فتوى خميني حول رواية آية شيطانية لسلمان رشدي 1983. يقول الكاتب: عندما أصدر خميني فتوى ضد سلمان رشدي كان من السهل بمكان ملاقات العديد من المسلمين الذين عبروا عن مواقف أو مع أو ضد مؤلف آيات شيطانية دون أن يسبق لهم إقراء ولو صفحة واحدة من الكتاب. أما وسائل الإعلام عند تغطيتها للتظاهرات في الشوارع وعند حديثها عن مقتل المترجم الياباني وجرح زميل إيطالي فقد خلصت إلى استنتاج بسيط وسطحي مفاده أن هذه الأحداث كانت على مواضح على أننا بصدد الصراع بين الإسلام والغرب. بالرغم من ذلك فقد كان هناك بعض المعلقين السياسيين المتبصرين بصار بين قوسين الذين رأوا في تناهي موقف خميني لعبة ماكرة لها ارتباطات بالعالم الإسلامي. كانت الثورة الإيرانية منذ انطلاقاتها تقدم نساك رسالة موجهة أساسا للعالم الإسلامي، لقد كانت تستهدف زازع السلطة الوهابيين التي تعتبر العدو التقليدي للشيعة في محاولة من خميني لسحب سلطتهم في الإشراف عن مناسك الحج. كان خميني يروي من خلال ذلك إذا تفوق وصرامات الإسلام الشيعي لمسلم الهند وإندونيسيا وماليزيا، وفي هذا السياق السياسي أصدر خميني فتوى ضد سلمان رشدي إلى آخره. هذه نقطة هامة يسلط المؤلف الضوء على حسابات سياسية أو استراتيجية لما سمي بفتوى الإمام خميني. ملاحظة أيضا مرتبطة بنفس الموضوع: يمكن لكل واحد منا أن تكون له وجهة نظر خاصة عن كتاب آيات شيطانية فاسي ساطاني. قالت عبير، هي يتحدث باسم بعض الذين التقى بهم على هامش المؤتمر: أعتقد أن كثير من الناس اقتنوا الكتاب دون قراءته.
ما هي النتيجة التي حققتها فتوى خميني؟ لقد ساهمت فقط في الرفع من مبيعات الكتاب وتسبب في مقتل وجرح بعض مترجميه، أما جماهير المسلمين الذين خرجوا في تظاهرات نظمت في أغلب الأحيان بعناية من طرف الحكومات لم يحققوا شيئا يطفى سوى أنهم جعلوا من سلمان رشدي شخصية مشهورة على الصعيد العالمي. لقد تم اتهامه بالكفر، ولكن ما عسانا نقول عن بن لادن الذي قتل الآلاف من الأبرياء فشوه بذلك سمعة المسلمين. لقد لاحظ أحد معارضي الفتوى ضد سلمان رشدي أن ولا واحد من الأئمة المشهورين الذين تكالبوا ضده أحس بالواجب الأخلاقي لإصدار فتوى ضد أسامة بن لادن. هذه فقط حتى نوني هذا العمل الذي يستحق تنويه كما أشرت في مطلع هذه الحلقة. عمليا يحاول أن يأخذ مسافة من هذا السجال السطحي الذي أثير مؤخرنا في الساحة في المنطقة وفي أوروبا وفي مجموعة الدول الإسلامية حول علاقة بين الإسلام والغرب. نحتاج إلى عقلاء إلى حكماء من أجل التفاعل عوض ترك الساحة للخطاب الاختزالي والإيديولوجي وأيضا للصراعات السياسية، وكما العيد بشكل صريح على هامش أحداث الأخيرة في فرنسا. وهني بإشارة فقط إحدى المجلات الفرنسية فالور أكتوالية، مجلة يمينية متشددة نشرت غلافا في عدد ما قبل الأخير مع عنوان جاء فيه بأنه جاء فيه لتواجه الأيام الثلاث التي أعلن فيها المسلمون الحرب على الإسلام مع صورة للرئيس التركي، كما لو أن المسلمون 1.6 مليار تقريبا يختزلون في شخص الرئيس التركي. هذا مثال بسيط جدا مرتبط ببعض ما أشرنا إليه حول قضية الفتوى بين قوسين الخميني مرتبطة بكتاب برواية آية شيطانية لسلمان رشدي، تفيد بأنه يجب انتباه لمثل هذه التوظيفات لمثل هذه الأحداث في إطار التفاعل مع هذه القلائل التي نعينها، وخاصة في هذا الظرف الحرج الذي يتميز بصعود ديموغرافي للمسلمين في أوروبا وفي الدول الغربية. وبالتالي علاقة حديث عن العلاقة بين الإسلام والغرب كما أشرت يتطلب تدخل العقلاء والحكماء. قراءة ممتعة.